أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، بالشوق نرجع لكم وبالمحبة نلقاكم، وبكل الود والاحترام نكون معاكم في المجلة السعودية وحلقة جديدة، وحياكم الله. أعزائي المشاهدين، حنتأمل اليوم في الآية اللي تقول لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، يوحنا 14:1. في حين أنك تلاقي أن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه اضطرب بالروح عند موت يهوذا روحيا، لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني، هذا في يوحنا 13:21. وكمان اضطرب المسيح عند قبر لعازر اللي كان ميت جسديا لمدة 4 أيام وقد أنتن وتحلل الجسد، ولما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب، يوحنا 11:23. لكن في هذه الآية موضوع التأمل يطلب الرب يسوع المسيح منك أن ما تضطرب وما تقلق وما تخاف. إيش القصة؟ عادة أن المسيح يأمر بشيء ويعطيك القدوة الحسنة في تطبيق هذا الشيء. مثلا يقول لك حب أعدائك، وتلاقي المسيح وهو على الصليب يقول للي صلبوه رب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب ليش ما سوى نفس الشيء هنا؟ بالنسبة لي أنا أقدر أشوف بوضوح أن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه شال عنك القلق والخوف والاضطراب مثل ما شال خطاياك، وأنا أشهد بهذا. في يوم من الأيام كنت أصور في أحد الدول، وكان الأخ اللي صورني وقال لي في مطعم طيب مرة، بس أصحابه مسلمين متشددين وخايف انهم يعرفوك لانك تطلع بالتلفزيون. فقلت له حبيبي هدول الناس هم اهلك واهلي، خذني على المطعم وخليني اتغدى بين اهلي وناسي اللي احبهم، لان المحبة تطرح الخوف خارجا. ليش ابشرهم؟ مش علشان احبهم واحب يكونوا معي في الملكوت؟ وكيف ابشرهم اذا ما كنت وسطهم؟ واضح أن المسيح يعطيك وصايا تخليك تعيش بسلام ومحبة مع الآخرين لو طبقتها بشكل كامل وصحيح ومن قلب محب 100%. أما بالنسبة للأشياء السلبية مثل الاضطراب والخوف والانزعاج، هذه الأشياء كلها بسبب الخطية، هذا لأن الإنسان ما يبي أخطائه تنعرف قدام الناس، والمسيح يسوع تبارك اسمه حملها كلها عنك علشان تتمتع انت بالسلام والشجاعة بالمسيح يسوع والراحة والطمأنينة والسكينة. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، اذا عندك اختبار بهذا الصدد شاركنا به الان، وقبل ان تشارك هذه الحلقة مع اصحابك على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعية، اتذكر الان ان تكتب لهم اختبارك. شارك الآن عشان تتبارك وتكون سبب بركة للآخرين. باركناكم من بيت الرب. أحبائي تعالوا نجتمع مع بعض
بهذه النفس الواحدة ونصلي هذه الصلاة. يا رب كم أنت عظيم أيها الإله الأبدي الأزلي، أنت الذي منك كل شيء وبالمسيح كل شيء. كم هذه عظيم هذه المعرفة، إنه أنت يا رب محب وبمحبتك حملت خطايانا وحملت قلقنا وحملت كل الأشياء السلبية عشان إحنا نتمتع وأخوة المشاهدين يتمتعوا. أصلي من أجل كل نفس تشاهد الآن إنه تتشال خطاياها بالمسيح يسوع ويتحرروا ويحسوا بالفرح اللي أنا حاسس فيه، لأنه يا رب ما في خلاص بدون المسيح. أصلي باسم المسيح يسوع له كل المجد، آمين. خليقة جديدة، خليقة جديدة، خليقة جديدة.
خليقة جديدة، أنا في المسيح خليقة جديدة. اليوم حنتكلم على قضية حط شماغك على كتفك واخرج من البيت. جرت العادة عندنا أن الواحد لما يتزعل مع مرته يحط شماغه على كتفه والكوفية على راسه بعد ما يكون على الأغلب ضرب مرته بالعقال ويخرج للقهاوي والعيال
يبشك أو يلعب بلوت أو أي شيء. طبعا هذا العمل له جذور إسلامية وهو مبني على قاعدة الهجران في المضاجع. طبعا الشيوخ الإسلام يحطون مبررات هذه الأيام علشان يتفادون هذه المشكلة الخطيرة، وهي مشكلة اجتماعية وخطيرة وممكن تدمر الأسرة كلها. بالنسبة لي أنا أقدر أشوف أن الخروج من البيت هو بمثابة الهروب من حل المشكلة بدل من مواجهتها وحلها من جذورها. المسيح تبارك اسمه واجه السامرية بخطيتها بأنها تعرف رجاجيل، وكانت متزوجة من 5 رجاجيل حسب يوحنا 4:18. وما قال المسيح طبطب وليس يصبح كويس، أو قال مالي ومالها، لا، المسيح دخل معها بنقاش مهم جدا خلاها توب وتجيب كل ربعها وأهل السامرة كلهم وكل جد أبوهم، جابتهم للمسيح حسب يوحنا 4:39-42. المسيح ما كان متزوج لأن الكنيسة جماعة المؤمنين هم عروس المسيح. المسيح مات لأجل عروسه، فهل أنت مستعد تموت عشان مرتك؟ خليني أحييك إذا كان جوابك نعم، لأنك بهذا العمل أنت فعلا سفير المسيح وممثل له في وسط بيتك. اشتركوا معي يا جماعة الخير عشان نصلي عشان هذا الأمر. يا رب يا يسوع، أحط كل أسرة سعودية أمانة بين يدك يا رب، أنت تحفظ الأمانات. وحدنا، اجعل يا رب الرجاجيل ينظروا لحريمهم على أنهم مش ناقصات عقل ودين، لا، مخلوقة من ضلعك، يعني الرجال ناقص بدون امرته يا سيد العظيم، ينظر لها كأنها جزء منه من نفسه، مستعد يضحي بنفسه عشانها. فإذا احنا وصلنا لهذه المرحلة يا رب، اللي هو هذا هو فكرك انت، نكون فعلا وصلنا للسعادة الحقيقية. فحاطط هذا الأمر أمانة بين يدك باسم يسوع المسيح، تدخل كل بيت في السعودية وفي كل دولة إسلامية وفي كل من يشاهد هذه الحلقة الآن. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، وصلنا اختبار وحابب أقرأ عليكم. هذا الاختبار يقول أنه هذا الشخص طلب أنه يتعمد من أحد الكنيسة، فقالوا له أنه لا، لازم تحضر معنا باستمرار. هو بحكم ظروفه ما كان يقدر، الظاهر أنه ظروفه كان يسافر أو حاجة زي كده، ما كان يقدر أنه يحضر بالكنيسة بانتظام. لكن اللي صار أنه الرغبة كانت موجودة عنده، وعارف يعني أنه الرب يسوع المسيح، فاتصل على أحد الأخوة بقناة الحياة، فصار أنه صلى له هذا الأخ، وبعد ما صلى له حس بحياته أنه فعلا بشكل مختلف. فالرب يباركك، وهو زي ما قال الكتاب المقدس المعمودية هي رمز، لكن إذا صارت الفرصة أنك تتعمد فعلا تعمد. الصلاة مع بعض شيء جميل وحلو، بس برضو إذا كانت الفرصة وما في خطر تعمد تروح تعمد، فالرب يرتب أكيد، مدام هذه شهوة قلبك أكيد الرب حيرتبها.
حطك أنا، وأطلب من الأخوة المؤمنين يصلوا من أجلك بإذن المسيح اتنال شهوة قلبك باسم يسوع المسيح. آمين. يعتبر الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، والتعميم أفضل طريقة للتبرير. يعني إذا فيني عيب فكلكم عيوب، وإذا كنت أنا سارق فكل الناس حرامية، وإذا أنا متوحش فلأني عايش وسط ذيابه، وإذا كنت كذاب فلأن الصدق غير موجود أصلاً. وللأسف هذا التفكير مش صادر من شخص ناوي يتغير، لكنه صادر من شخص مقتنع بنفسه وراضي بأفعاله وناوي يستمر، لكنه يحتاج حجة ومنطق يبرر فيهم أعمال الوحشية تجاه الآخرين. يبي يقنعك إن في القصاص حياة، وفي الحرب سلام، وفي الهجوم على الأبرياء دفاع عن النفس، وفي الظلم حكمة، وفي العداوة محبة، وفي السيف رحمة، وفي الدونية إنسانية، وفي الغلط صح، والمطلوب منك تقبل وانت ساكت. هذا منطقة وهذا إيمانه، شايف إنه خليقة، إنه شايف إنه خليفة الله في الأرض، وأكبر مبرراته إنه ينفذ أمر الله في خلقه. مقتنع إن كل الأديان تحمل نفس الأفكار، مش بس دينه، كل الأديان فيها قتل وذبح وتكفير وحدود وجزية وجهاد وردة، وكلهم يسلبون المرأة حقها وأكثر بكثير جدا. صعب عليه جدا يجمل صورته، فيحاول تشويه صورة الناس، وبنفس الأسلوب والمنطق يطلع لنا كل يومين واحد في الإعلام ويدعي إن مش بس عندهم فيه قتل وتكفير واضطهاد، لكن حتى المسيحية فيها نفس الشيء بل وأكثر. طيب أنت من فين جبت إن المسيحية فيها كل ذا الكلام؟ يعني هل أنت مسيحي مثلا؟ هل تعرفت على المسيح؟ هل قريت الإنجيل طيب؟ هل عمرك سمعت عن رجل دين مسيحي أباح دمك أو عرضك أو فرض عليك الجزية؟ هل الحال في جعل صورتك مقبولة أنك تشوه صورة المسيح؟ ممكن نعرف فين شفت أن المسيحية تكفر غير المسيحيين؟ أو أنت كذا من نفسك قررت أن المسيحية كذا فهي كذا وخلاص؟ ما لقيت حل لمشكلتك إلا أنك تتهمنا أن إحنا مثلك. ليش مش هاين عليك الناس تعرف الحقيقة؟ ليش صعب عليك تقبل حقيقتك؟ ليش مانع الناس تتعرف على المسيح؟ ليش مش قابل تفهم أن المسيح رحمة؟ المسيح محبة، المسيح عدل، المسيح يحبك وأمرني حتى وإن تكرهني أحبك. المسيحية خالية من مشاعر الكره تجاهك أو تجاه أي إنسان ثاني مهما كان أو مهما كان منه. وعلى فكرة ترى ما في شيء اسمه تكفير أو كافر في المسيحية، وكونك غير مؤمن باللي أنا مؤمن فيه
ما يعطيني الحق إني أقتلك أو أجرحك أو حتى أؤذيك. ومن فهمك إن المسيحية تقتل المرتد؟ أو مين قال لك أصلاً إن في شيء في المسيحية اسم الردة أو حد الردة؟ كل إنسان يا أخي حر في اختيار دينه وعقيدته، وترى المسيحية مش في حاجة تفرض نفسها على أحد أو تشتري ناس، وترى المرأة حقها في المسيحية مصان مثل حق الرجل بالضبط، ما ينقص من حقها شيء. الاثنين متساويين عند الله، شركاء لكل واحد منهم دوره ومهمته في الحياة، والعالم كله يشهد إن كل ما وصلت إليه المرأة اليوم من مكانة وحقوق كان بفضل تعاليم السيد المسيح اللي كانت واضحة في تغيير حال المرأة في العالم قبل مجيئه وبعده. المسيحية بريئة من الكره والحقد والدم والخصام. المسيحية مش تعاليم بشر عشان تغلط أو تميز. المسيحية تعاليم إله حي محب وعادل. المسيحية خالية من تعاليم الفرض والغصب والأجبار. المسيحية أفعال مش شعارات. رجاء أن تعرف على المسيحية بجد، بلاش كذب وافتراءات. ونصيحة، بدل ما تضيع وقتك تشوه تعاليم المسيح، حاول تتعرف عليه أكثر وتتقرب منه. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأتمنى لقائكم الأسبوع القادم على خير، في أمان الله.